في إطار العمل العربي المشترك الذي اتفقت جميع الدول العربية على تأطير العمل في جميع المجالات، جاء أسبوع المستهلك العربي. هذا الأسبوع الذي يبدأ من الفترة من 8 إلى 14 مارس، وهو موعد تم تحديده ليكون موعداً ثابتاً في كل عام، بحيث يتم استضافته في كل دولة في كل عام. هذا الملتقى العلمي سيحمل عنوان المستهلك الصغير والاستهلاك المستدام. أما لماذا كانت البداية مع المستهلك الصغير هذا الأسبوع العربي الأول؟ لماذا اخترنا المستهلك الصغير؟ أن المستهلك الصغير هو الأساس، لأن الجيل هو الأساس. متى ما أنشئ الجيل تنشئة جيدة بان الأثر فيما بعد. نحن لا ندعي ولا نزعم أن هذا الملتقى سيحقق كافة الأهداف، ولكنها رسالة. تستضيف سلطنة عمان ممثلة بهيئة حماية المستهلك الأسبوع العربي لحماية المستهلك، وهذا العام تحت شعار المستهلك الصغير. هناك خطة إعلامية وتوعوية أعدتها الهيئة في عموم محافظات السلطنة، حيث تشمل عدة فعاليات تستهدف المستهلك الصغير، سواء كانت هذه الفعاليات حضورية أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.